الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، وبخاصة طلاب نظرية التنمية الاقتصادية، أقدم في هذا المقطع ما يسمى نظرية الجنون الجماعي (mass psychosis). هذه من أهم النظريات التي طفت على السطح حول ما يتعلق بالمؤسسات في دولة ما وانهيارها نتيجة لاستبداد السلطة وأثر ذلك على التنمية. لكن ربما في هذه الأيام تنطبق هذه النظرية على كثير من أبعاد المجتمع في دول العالم الثالث، خاصة فقيرة منها، وبما يتعلق بسلوك السلطة. على كل حال نبدأ على بركة الله. الآن هذه المجموعة الحاكمة هنا، المجموعة الحاكمة حكام، هذا يدعي بأنه إله، هذا يدعي بأنه الكمال بنفسه، هذه تريد سلطة أكثر. فهنا الحكم الشمولي، لاحظوا لي، على طاولة القمار يرتعون ويلعبون ويتسلمون على حساب الشعب المنكوب هذا تحت الطاولة، المحكومون منهم موتى، قتلى، فقراء، جياع، محرومون، وهكذا. الآن كيف تدجن الدولة الظالمة مواطنيها؟ هناك مصطلح جديد ومخيف ومرعب ظهر منذ ما يقرب من 50 عاما، باللغة الإنجليزية اسمه The Menticide Machine، أو آلة إبادة العقل. المنتيسايد بذكرنا طبعا بالبيستيسايد، بالهربيسايد اللي هي المبيدات الحشرية أو المبيدات النباتات، لكن هذا المصطلح المرعب آلة إبادة العقل منتيسايد، بأن الدولة الظالمة والمستبدة تدجن مواطنها بواسطة ليس آلة فعلية حقيقية، لكن هذا التمثيل، الصور الرائعة جدا والمرعب بنفس اللحظة، بأن الناس يدخلون إلى هذه الآلة طاعمية، هناك عيون تلاحظ كل شخص فيهم، تدخلهم إلى الآلة فيخرجوا طواعية بلا عقل، وتحت عنوان اغتصاب العقل، هنا اغتصاب العقل، والحرية تذهب إلى المجاري، لاحظوا لي هنا الحرية. فهذه الآلة الافتراضية تصنع من المواطن شخص بلا عقل يعبد الشهوات، أكل، شرب، نام، تناسل فقط لا غير، هذه وظيفته إذا استطاع ذلك، وإن لم يستطع فمصيره هنا في هذه الأكوام من الموتى، سواء كان موت فعلي أو موت افتراضي. إذن هذه الفئة من الحكام المستبدين يدجنون الشعب بواسطة هنا الآلة، هذه تتكون قطع الآلة من الآلة الإعلامية المروجة لكذب السلطة والمستفيدين منها، ومجموعات التافهين الممسكين بالسلطة، وقوى القمع الأمني، وبعض المجموعات الاجتماعية المستفيدة من الوضع القائم. أكرر هنا بأن هذه الآلة الافتراضية تتكون من الآلة الإعلامية المروجة لكذب السلطة والمستفيدين منها، ومجموعات التافهين الممسكين بالسلطة، وقوى القمع الأمني، وبعض المجموعات الاجتماعية المستفيدة من الوضع القائم. الحرية تذهب إلى المجاري لا قيمة لها، والبشر هم الضحايا، سواء أنهم كانوا بلا عقل أو موتى، افتراضيين أو فعليين. نتابع الآن، نبدأ بمقولة تعود للفيلسوف غوستاف ليبون. غوستاف ليبون يؤكد فيها بأن من عادة الجماهير ماسز، الجماهير، الكتلة السكانية في بلد ما، من عادة الجماهير أن لا تتعطش إلى معرفة الحقيقة. هذه مقولة خطيرة جدا. ويقول كذلك بأن الجماهير تنفر من الشواهد المخالفة لذوقها، وما تعولت عليه من وهم رسخته السلطة الحاكمة في الدولة المستبدة في أذهان العامة، وهي بالتالي ليست مستعدة، هذه الجماهير ليست مستعدة لتحدي الواقع ومحاربة الوهم الذي سوق عليها في فترات زمنية متعاقبة، فيكون الوهم ومن يسوقه هما السيدان المطاعان بالنسبة للجماهير، هذه الجماهير الجاهلة. من يحاول أن يحطم الوهم الذي تعيش في خضمه هذه الجماهير يكون في العادة ضحية لجهل هذه الجماهير، قد يصل فيها الحد إلى قتل
هذه الجماهير اللهم إلى قتل من يحاول تحطيم الوهم أو تشويه سمعته أو نبذه في أهون الأحوال. فالجماهير حسب رأي ليبون تكون مصابة بجنون جماعي ناتج عن كذب السلطة والوهم الذي تمرره بخبث وعناية فائقة. وتكون الجماهير في هذه الحالة صنيعة ثقافتها الهابطة المليئة بالوهم والخرافات المصطنعة من السلطة الحاكمة. نتابع. يقول كارل جونغ في كتابه الحياة الرمزية The Symbolic Life بأنه ليست الأوبئة ولا الزلازل الأرضية المدمرة ولا الجراثيم ولا السرطانات التي تهلك الإنسان، بل الإنسان هو عدو الإنسان لسبب واحد حسب رأيه، هو أنه لا تتوافر حماية كافية لمنع الأوبئة النفسية psychic epidemics، الأوبئة النفسية التي تنشرها السلطة المستبدة. وهذه الأوبئة وهي أعظم خطرا من كل الكوارث الطبيعية. يحدث الجنون الجماعي mass psychosis عندما يفقد جزء كبير من المجتمع شعوره بالواقع ويستغرق نفسه في الوهم الذي تسوقه السلطة من خلال الكذب ووسائل الإعلام المسيطرة عليها ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي من أخطر الوسائل الآن التي تستخدمها السلطة في بعض البلدان لتخريب عقول الناشئة وخاصة الشباب منهم. فتحبط هذه الجماهير إلى مزيد من الوهم ووحله الآسن. وقد مارست جماهير أوروبا مثل هذا الجنون عندما كانت تقتل النساء باتهامهن بالسحر والشعوذة. أما هذه الأيام فإن السلطة المستبدة تقتل أو تبطش بالبشر الخاضعين لها لأن عندهم رأيا سياسيا مخالف لهوى السلطان في الدولة المستبدة، وهنا يكمن الجنون السياسي أو political madness. ما هي مصادر الجنون الذي نتحدث عنه؟ يقول علماء علم النفس الاجتماعي بأن المصادر الطبيعية كالغذاء والشراب والبيئة الطبيعية المحيطة بالبشر قلما تسبب أي شكل من أشكال الجنون الجماعي، وربما تشمل الأوبئة مثل كورونا. لكن السواد الأعظم من الجنون الجماعي يكون مصدره السلطة الحاكمة والحماقة السياسية السلطوية التي تمارسها السلطة طمعا بموارد الدولة وعشقا للسلطة بذاتها، وليس عفوا هنا وليس من أجل الإعمار وتنمية الاقتصاد والرقي بالكتلة السكانية. هنا هذا التمثيل الصوري، هناك عدة مصادر لتخريب العقل، ربما النمط المعيشي، لكن هناك ما هو أخطر منه، الأخبار المزورة، الأخبار التي تدمر فكر الإنسان، هذه نشبهها على شكل ثعبان سام، المال السياسي، التهديد بالقتل أو بالسجن والتعذيب، الخوف، تدفق سيل من المشاعر السلبية. فهنا إذن هذه لا ننظر لها باعتبارها مصدر طبيعي فيروس أو بكتيريا أو شو مكان، وهنا ربما الأدوية وربما الحوادث، فهاي لا نعتبرها مصدر من مصادر الأمراض الجماعية، بل الأخبار، المال السياسي، التهديد، سيل المشاعر السلبية هكذا الذي ترعاه السلطة. وهكذا فإن مصادر الجنون الجماعي يكمن في هذا التمثيل الواضح جدا. نكمل. ما هي مظاهر الجنون الجماعي في الدولة المستبدة؟ هذا سؤال يطرحه الكثير من الناس ويجيب عليه علماء النفس والتنمية المجتمعية بقولهم ما يلي: أولا، القبول بالظلم والجور والدفاع عنه وأكل الناس حقوق بعضهم بعضا باعتباره أمرا عاديا متوقع الحصول كل يوم. ثانيا، المجاهرة والاستماتة بالدفاع عن السلطة الظالمة على الرغم من انعدام إنجازاتها المجتمعية والاقتصادية. ثالثا، الاستغراق بالوهم الجماعي مثل أن السلطة مقدسة ومؤيدة من الرب وأن لها حق تاريخي بالحكم والتسلط وفعل ما تشاء على الرغم من إخفاقها. في هذا الشأن يقول آرثر بيرس لويس: هناك في الدولة الشمولية ظاهرة الدولة المركزية الشاملة المتزامنة مع طمس حقوق الفرد الإنسانية، فهناك شكلان فقط من الناس: من هم على سدة الحكم
وهناك الجماهير المسحوقة، وهم هذه الجماهير المسحوقة هم الوسيلة والهدف، وسيلة للابتزاز والنهب، وهم أدوات السلطة في قتل الضحية. المقصود هنا بأن أبناء المسحوقين هم من يسحق الجماهير، أبناء الفقراء هم من يحارب الذين يريدون أن يتحرروا. وهذه ظاهرة رصدها كثير من علماء الاقتصاد والاجتماع في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، بأن مجموعات الفقراء التي عادة ما تشكل أداة القمع ضد المتحررين أو الذين ينادون بالتحرير، هذه الكارثة الإنسانية الاجتماعية لابد أحبة الطلبة أن تركزوا عليها. كيف تعمل السلطة الحاكمة في الدولة المستبدة كي تتمكن من السيطرة وضبط الأمور لصالحها؟ أوظف هنا الرسم التوضيحي الآتي. هنا الآن لاحظوا لي الأيدي الخفية التي تكتب ما يقال للناس، هذا يد خفية، ربما تكون دولة أجنبية، ربما تكون عصابة تتحكم بالسلطة، ربما تكون ربما محفل ماسوني على سبيل المثال في بعض الدول. يعني ثبت بالوجه الفعلي بأن الماسونية تتحكم في كثير من دول أمريكا اللاتينية وأثرت على التنمية هناك، وهذا رئيس الدولة أو الناطق الرسمي باسم الدولة وهكذا، فهو الآن يتحرك بناء على الأيدي الخفية التي تكتب ما يقال. هنا الكذب المستمر، هنا من هذا من قبل هذا الناطق أو الرئيس أو المسؤول، الكذب المستمر من أجهزة الإعلام المسيطر عليها من السلطة الحاكمة وتوظيفها في صناعة الوهم. وهنا الآن المستمعون هنا صحافة مأجورة، معتذر هنا صحافة مأجورة. فهذا الشكل الآن التوضيحي يبين بأن هناك أيدي خفية، ربما تكون محافل، ربما تكون جهات استعمارية تريد أن تنهب هذه الدولة. تعمل الآلة الإعلامية على ترويج الكذب وتعظيم الوهم والإنجازات التافهة وإضفاء القدسية على السلطة ومن يملكها، وإصدار القوانين التي ترهب الناس وتمنع أي تكتل حرج يمكن أن يجرد المستبدين من قوتهم. تحاول السلطة بواسطة آلتها الإعلامية وأجهزتها القمعية إلى تحويل transformation، تحويل فعلي لشخصيات البشر الخاضعين لها في الدولة المستبدة إلى كائنات حية تأكل وترتع كالبهائم، أكل شرب نام تناسل. هذا هو الهدف الأول والأخير للسلطة من الشعب أو الكتلة السكانية، كي هي تصفر بكل ما تملكه الدولة من موارد. نتابع. فهي أي السلطة تعيد صناعة البشر على نحو مريح لها حسب رأي الطبيب النفساني جوست ميرلو، بواسطة إعادة تنظيم الشعور الجمعي بالطريقة المناسبة وتوظيفه لصالحها فقط، أي لصالح السلطة. تؤدي إعادة تصنيع الناس إلى جعل العقول المعتدلة عقول مجنونة، يتم تحويل العقول المعتدلة إلى عقول مجنونة. في هذا المجال يقول جوست ميرلو بأنه يمكنك مواجهة المنطق بالمنطق، logic can be met with logic، لكنك لا تستطيع مواجهة اللا منطق اللوجيك، وهذه الحالة تربك أصحاب الفكر المستقيم. فالكذبة الكبرى من السلطة يتبعها كذبة أخرى أكبر منها، فما أن تضحض الكذبة الأولى حتى يواجهك سيل عرم من الأكاذيب والأوهام التي لا قبل لك بها أو لا قبل بك على ضحضها، لأنها تحتاج إلى آلاف الأشخاص، بعتذر عن خطأ الطباعي هنا، آلاف الأشخاص كي يبحثوا في أصلها ويثبتوا سقمها. وهذه الأكاذيب والأوهام لها بريقها أمام الجماهير فيقبلون عليها إقبال البهائم، بعتذر كثرة الأغراض هنا، إقبال البهائم إلى العلف. وهنا تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورها الحاسم في ترسيخ الكذب والوهم في عقول الخاضعين، حيث لا راحة ولا تأني في توخي الحقيقة وضحض الباطل. هذه الآن الصورة، لاحظوا لكل واحد من هؤلاء يمسك بهاتفه النقال ويقرأ الأخبار، وربما تأتيه مسجات من ماذا؟ من تويتر أو الآن أكس بنسميها، الفيسبوك، سناب شوت، ما يسمى إنستغرام وهكذا، وبالتالي كل هاي الناس تتساقط في مهاوي الجهل.
هذه وسائل التواصل الاجتماعي الذي صنع هذه الصورة إنسان مبدع، تخيل بأنها عبارة عن لفوفة تبغ قاتلة قاتلة. كيف تعمل وسائل التواصل على تدمير عقول البشر الخاضعين؟ نتابع تجربة بافلوف. هنا بافلوف إكسبيرمنت، هنا تستطيع السلطة المستبدة أن تختبر الخاضعين لها بواسطة العصا والجزرة. تمثل العصا القمع والحرمان، أما الجزرة فهي الوعود بالوفاء إنهم أذلوا وأخضعوا أنفسهم إلى السلطة وجبروتها وفسادها. الآن هذا المنظر التصوير الرائع جدا من الفنان الذي رسمها، مال وفير وسلطة وجاه. بالنسبة لهذا لاحظوني شبه هذا الإنسان ككلب بابلوف. يعني عندما درست علم النفس بأيام البكالوريوس في 1975 أخذنا درس كامل عن تجربة بابلوف، كيف استطاع ذلك الفيلسوف وعالم النفس الروسي من تدريب الكلب على الاستجابة لكثير من الفعل وردود الفعل، وبالتالي الكلب يبقى يلهث وراء الطعام. هنا الآن جربوها على هذا الإنسان اللهاث وراء المال، مال وفير وسلطة وجاه، فكأنما الإنسان في هذه السلطة أو في هذه الدولة المستبدة يصبح كالكلب تحت بريق وسائل الإعلام يريد السلطة والجاه وما شابه. فهذا المنظر الذي يقطع القلوب يبين تطبيق تجربة بابلوف على البشر كما طبقت على الكلاب. نتابع ما الذي يحدث للجسم السكاني الذي يخضع للسلطة المستبدة. هنا على المستوى الأفقي الزمن، على المستوى العمودي موجات الترهيب وحال الأخلاق في الدولة، الدولة المستبدة طبعا. هنا الآن هذه الموجات، موجات من ماذا؟ من موجات الترهيب. فهنا الآن موجة الترهيب أتت في يعني نتيجة لسبب معين، قائد البلد أو السلطة في هذه الدولة المستبدة، أمريكا اللاتينية أو ربما في دولة أفريقية، يرهب الناس ثم يريحهم. فهنا عندي موجات الترهيب، هنا هذه موجة هنا معنى آخر، عندما تكون في أعلاها الموجة بتكون موجة ترهيب. أما الآن هناك بعض الهدوء النسبي، هنا هدوء هنا هدوء هنا هدوء. خلال فترات الترهيب تحدث ما يسمى حملات دعاية كاذبة من أجل ترسيخ بعض المبادئ الفاسدة التي يحملها أو تحملها السلطة الفاسدة في هذه الدولة الفاسدة. وقد أثبت العلماء بأن هذه الحملات الدعاية مارسها كثير من قادة أمريكا الجنوبية تقريبا في فترة الستينيات. هنا الآن الشيء المحزن بأن في خضم هذا الموجات الترهيب والهدوء والحملات الكاذبة أخلاق المجتمع تنحدر باستمرار. هل الآن انظروا لي هنا، أخلاق المجتمع تنحدر باستمرار، ما الذي يحدث الآن؟ تتزامن هذه الحالة مع موجات من العنف الاجتماعي والانتحار والإتجار بالمخدرات وقبول الرشا وانحدار التعليم والتعليم العالي طبعا وانحدار معنويات الكتلة السكانية. فترى المدن والبلدات مليئة بالقمامة وتزداد اللامبالاة، فعندما يخرج المرء من بيته كأنما يخرج من وطنه ولا يعود يهتم إلا بنفسه وخاصته. وهذه إحدى الكوارث الاجتماعية التي رأيتها في كثير من الدول. نتابع كيف تتخلص الدول والمجتمعات من الجنون الجماعي. يقول الفيلسوف الكبير توماس باين أو بين، يعني لفظته بالأمريكي توماس باين، فمرات بيقولوا باين حسب الدولة اللي انت بيه. إذا كنت ببريطانيا كنت يسموا باين. يقول هذا الفيلسوف العظيم بأن الاستبداد يشبه جهنم، ليس من السهل فتحه، لكننا نواسي أنفسنا بالتصميم على أنه كلما زاد القهر والظلم والطغيان تكون حلاوة الانتصار أعظم. يقول علماء النفس الاجتماعي بأنه من الصعب حشد ماذا؟ الجماهير الواهمة والمؤدلجة بعناية، لكن أول طريق للتحرر من قيود الاستبداد يكمن في قدرة مجموعة أصحاب العقول المستنيرة في الدولة المستبدة على تكوين ماذا؟ كتلة موازية من المفكرين الأحرار والمناضلين بحق
من أجل انتزاع الحرية انتزاعا. هذا التمثيل البياني الآن، هاي الآن القوة الخفية التي تمسك بعقول الناس هنا، استطاع هذا المتنور أن يقطع الصلة، محاولة قطع الصلة بين المستبد والجماهير الواهمة بالتوعية، طبعا خلال التوعية نقطع الصلة، فهذا استطاع أن يقطع هذه الصلة. هنا هذه السيدة تنظر إلى هذا الشخص بتعجب، كيف استطاعت هنا، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي جزء من سلة الاستهلاك من أجل دعم الوهم هنا، فهذا الشخص المتنور استطاع أن يقطع الصلة بالقوة الخفية، وهذه ما زالت تنظر إليه بتعجب. هذا حال الجماهير في نظرية الجنون الجماعي. أرجو أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.